كان الكرة عند فريق جمعي تشلف كرة طويلة داخل منطقة العمليات وتصيب سهلة للحارس بوحلفايا حارس فريق وفاق سطيف اليوم اللي يقود دفاعه. تواصل لإبراهيمي اليوم بلال زيري عاد رجع إلى زيتي على الجهة اليمنى، إبراهيمي على الجهة اليسرى، وفي المحور حشود وشعبي مع وجود قديري في وسط الميدان رفقة يط وأيضا تابدي. وننتظر ربما الظهور القوي للمهاجم الكاميروني كومبي الذي تألق منذ الجولة الأولى منذ أول مقابلة مع الوفاق في اللقاء الأول لما لعب أساسيين أمام جدول مقرة وسجل الهدف الأول بألوان الوفاق ستيف المعول عليه أيضا لخلافة أحمد قندوسي الذي تنقل إلى البطولة المصرية بالتحديد إلى النادي الأهلي المصري. إذن سيكون هداف جديد ولكن فيه لاعبين آخرين سجلوا أهداف على غرار زموم وقناوي، ولكن لما تكون فيه عدد من المهاجمين يسجلوا أهداف سيريح بدون شك المدرب بلال زيري مع أول ركنية للوفاق منذ انطلاق المقابلة بعد دقيقتين أكثر من دقيقتين. الوفاق يتحصل على أول ركنية، أول ركنية لمصلحة الوفاق اللي يستثمر في الكرات الثابتة. الركنيات أيضا الكرات الثابتة أصبحت سلاح ذو حدين، الكرة مرفوعة الرأسية أول فرصة، فرصة مبكرة للوفاق كاد يصل على إثرها المرمى عن طريق زيتي. نعم زيتي سعد زيتي في هذه الكرة ثابتة، نشاهد الإعادة مرة أخرى مرفوعة في القائم الثاني. زيتي طبعا هو كان لوحده أو تلمس العارضة أخطر فرصة، يعني بعد ثلاث دقائق فريق الوفاق يخلق أول فرصة كان قريب جدا من فتح مجال التهديف. نشاهد تبقي على نتيجة التعادل السلبي لحد الآن بين الفريقين بين وفاق سطيف وجمعية شلف. الضيف جمعية شلف يطو نسيم يغير ناحية رفيقه قديري لاعب المغترب يلعب في وسط الميدان ويلعب أيضا كظهير أيسر في أول مقابلة له مع الوفاق لعب كظهير أيسر، لكن يبدو لي أن مردوده أفضل لما يكون في وسط الميدان. رفقة يطو وتابتي أيضا، وعند دخول جابو أيضا عبد المومن كومبي ضاعت منه غلاس وطل العودة للخلف رفيقه ناحية حشود أو نعم حشود، ثم يأتي يطو بحث عن بناء العمل الهجومي انطلاقا من منطقته منطقة الحارس بوحلفايا زكريا. وزيتي الحاكم يقول كرة لمصلحة النساخ، بناء الهجمة الجماعية انطلاقا من منطقته فريق بالنسبة للفريقين سواء بالنسبة لجمعية شلف أو للوفاق في الوقت اللي هجمة سريعة. تصل لقناوي البحث عن المراوغة أمام ضباري أمام مجموعة من اللاعبين يمر نكومبي 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 يفتح مجال التهديف كومبي بلقطة فردية يتمكن من فتح مجال التهديف في الثانية الأخيرة من الوقت الرسمي للشوط الأول. نكومبي يفجر ملعب الثامن ماي بعد توقيعه الهدف الأول لمصلحة الوفاق بلقطة فردية بناء عمل هجومي ولكن بمراوغة ممتازة. نكومبي المهاجم الكاميروني يتمكن من فتح مجال التهديف ومباغتة الحارس على وشيش في زاوية ضيقة. يشاهد اللقطة المراوغة كانت ممتازة في زاوية ضيقة يتمكن من وضع الكرة في شباك الحارس على وشيش بلقطة ممتازة ومراوغة رائعة. هنا باغت الجميع راوغ الجميع وتمكن من تسديد الكرة بقوة اصطدمت بالحارس على وشيش وتصطدم أو تستقر بالشباك في الأخير. الهدف الذي وقعه اللاعب نكومبي غاب نكومبي للحظات ولكن ظهر في هذه اللقطة ووقع الهدف الأول ويتمكن من فتح مجال التهديف وتصبح النتيجة هدف مقابل صفر لمصلحة الوفاق عن طريق اللاعب المهاجم الكاميروني الخطير ووقع ثاني هدف له مع الوفاق بعد الهدف الأول في اللقاء الأول له مع الوفاق أمام جمقرة. واليوم اللقاء الثاني يتمكن من توقيع الهدف الثاني والانطلاقة في وسط الميدان. تبقى لي جمعية شلف الضيف الأخير من بالعربي ضاعت من بالعربي انطلق اللاعب قناوي لكن الحكم يترك اللعب يتواصل. انطلق قناوي فقد توازنه ضاعت الكرة استرجعها ابراهيمي هات الكرة ناحية رفيقه تعاود ترجع لي قناوي محاولة المرور البحث على المراوغة انطلق زموم وصلت الكرة زموم داخل منطقة العملية تسديدة جانبية دون أن يراقب الكرة زموم
أمامنا على الصورة سدد بقوة لكن مرت جانبية لخمس أمتار وخمسين وصلت كرة من بناوي سدد بقوة إلى خمس أمتار وخمسين انطلاقة من وسط الميدان لمصلحة الوفاق تصل لزموم قديري هابط على كورتو يغطيها سيطر عليها ثم تبتي ممتاز في المراوغة ترافيق إبراهيمي يطلب الكرة على الجهات اليسرى وصلت الكرة إبراهيمي ثم انطلق كومبي يطلب الكرة لكن وصلت مباشرة لأحضان الحارس لوشيش دقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي ننتظر كم سيضيف الحكم من وقت بدل ضايع لهذه المقابلة القوية والمثيرة في شوطها الأول والعربي وزع كورتو في القائم الثاني هل يأتي هدف تعادل ضاعت فرصة تعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة في الوقت البدل الضائع من الشوط الثاني على غرار ما فعله كومبي في الشوط الأول عودة موفقة لدفاع الوفاق لإخراج الكرة من على خط المرمى كانت فرصة أمام جمعية شلف لتعديل النتيجة ولكن عودة موفقة وقوية لدفاع الوفاق ثم الانطلاقة سريعة فرصة سانحة كانت أمام جمعية شلف لتعديل النتيجة ولكن في الأخير عودة موفقة للدفاع الدفاع عاد في الأخير الدفاع أنقذ ما يجب إنقاذه في هذه اللقطة بعد الخروج الخاطئ من بوحلفاية عودة من الدفاع في المرة الأولى وفي الثانية أيضا الدفاع تألق عودة الدفاع تكتل الدفاع الوفاق حرم غضبان من تعديل النتيجة هو الخطأ الذي ارتكب من بوحلفاية في المرة الأولى ثم المتابعة من غضبان وتدخل الدفاع وإرادة كبيرة وحشود بروعة حشود إبراهيم رائع حشود رائع كان في هذا التدخل وفي هذه العودة الموفقة فنشاهد هنا اللقطة وتدخل الدفاع فرصة سانحة أمام الجمعية لتعديل النتيجة